السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ إن شاء الله بخير. طبعا اليوم يا اخوان حلقتنا حلقة ميمز، يعني عبسي مسافر. بس تدرون شنو؟ ما تكمل حلقة الميمز اذا مو عبسي موجود، حتى لو كان مسافر. رحبوا وياي بالاسطورة ملك الميم اللي دائما يخسر، عبسي. حياك عليكم. حياك عبسي. اليوم جايبين ميمز، جاهز؟ جاهز 100%. 100%. اللي راح يضحك اليوم عنده عقاب، والعقاب كالاتي: العقاب راح تسوي بمقلب بالاب. هو ابوك انت. والله ابوك انت. لا تغلط يا اخوان. ابانا اثنيناتنا. قبل ما ابلش الحلقه يا اخوان، حط لايك واشتركوا بقناه شباب مشتركين. تشوفون يا اخوان انه حتى عبسي مسافر، نسوي لكم حلقة ميمز. فأنتوا تخيلوا غير نوصل الحلقة 100,000 لايك على مود ننزل لكم حلقة بقناة عبسي. وعد إذا وصلنا هخليه ينزل دياد من البلد اللي هو مسافر، لما نريد نفصح وين هو مسافر حاليا، بس نزلكم. ويلا يا أخوان ليتس جو. عبسي جاهز؟ جاهز 100%. 100% مع فول الطعمية. يلا ليتس جو. أقول لك جبت لزقة للجرة دي، وخليت فيها خيار وزيتون وجبن بطيخ وبقلاوة. بقى شنو اخلي حتى لازمه؟ يعني كلش حموجه تريد الصيده لو عازم على الغدي. ريوق مال فرنسيين هذا، احنا الخطار ما نحط له الشغلات. بعد حط له رصيد وبالعشاء. هلا علي من اول فاين حظك. علي من تضحك اول؟ علي من تضحك. علي من علي من لك انت شايف من تخابر ابوي تقول له اسوي بيه مقلب؟ ما له علاقه. لا دقري. لا والله ابد انا حذرتك بالبدايه. انزلون دكان خربطة ما تشترون، واسكريم ما في، تسمعوا ولا لا؟ حلو. ما يعني شنو ناخذ خبز؟ انت تستعبط؟ ها؟ ما تحسب هاي؟ ليش ما تحسب حبيبي؟ لا حبيبي ما لا 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 بس دقيقة، خلينا نعوف المقطع، نعوف المقطع، ليش ما تحسب بالله؟ طلعت سنونك؟ طلعت شفايفك؟ طلعت برطمك؟ طلعتي، بعشقكم. 1-0، يلا. أنا ما تحسب بس يلا. فقد تبتسم وسوي لها الحركات. حبيبي حلو، راح امشيها راح امشيها. يلا اقطع كلام. لا توقفني، عندي دليل. بعت البيت شحن شدات ببجي. ليش كان يلبسونه؟ يلا 2-0 ليتس جو. شو 2-0؟ لا وقف وقف حبيبي وقف. اقطع. شو 2-0؟ اقطع الكلام. لا هسه راح اشوف. ما لي علاقة حبيبي، ما لي علاقة. انت ضحكت. لا تاكلني بالحكي. يلا انا ضحكت وراك. لا حبيبي حسب نقطة. ما ابد. 2-1. هسه راح نشغل المقطع. 2-1. شنو اسوي ليك؟ عفس اللي مو يمي، ما اقدر اسوي لك شيء. لا اسوي شيء. ما تقدر. ما اسمع صوتك. كثرة اوراقك يا ليو ميسي، ما عادش يقدروك يا ليو ميسي، ما عادش يهبوك يا ليو ميسي. قبل ما راح تجي سهلة. اغنية اترو جديدة. محب هنا اترو، محب هنا استعلوا شعبي. دقري دردا ابتسم. لسه الحركات من مخبلين حبيبي. باوة انت تضحك، والضحك صار مو قليل، فكافي. 3-1. تقول ما عندك سالفة حبيبي. 3-1 والله. 3-1. اترو محبي هنا تعالوا شعبي، اترو محبي هنا كل يوم دزون دراجة ومستحيلين الشعبي. اخ صديقي انت تغني، اعتزل. ادري انت مسوي اغنيه لعبسي هم، بس اعتزل. شعور الحريه اللي يجيك من تعوف البيت باب التواليت مفتوح. انا حاليا مو انت مسافرين كلكم يعني ليش تفتح الحمام وتفتح الباب؟ ما ادري، هو هيك يعني لا اراديا تفتح الباب. شوف خبلت حبيبي. علي من مخبط ريحة تطلع بعدين على البيت يا لا حبيبي. لا عفسي شلون لافاندا. حجية واقفة هاي المرة نزلت وغاد، كنت جاي تغسل ما جاي تشرب ماي، وخطية شوفوا أسرت وقعت بالماي. شوف الغير العراقية، شوف العراقيين. أترو الغالي البث نروح عند
الشعبي هواي نريد نتونس بالقيم وياه اللعب حلو دقيقة ضحكت لك انت بس باعش كم واحد شاط بس باعش واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة لك الغير العراقي الغير العراقي خمسي بس باعش بعلي هاي هاي شنو تضحك وانا ساكت لك ومتحملك اوكي يلا لا تضحك حبيبي أربعة اثنين يلا بالاصل المتقلي اتر الغالي البث نروح عند الشعبية من تلعب دقلة قدام ابوك يطيح منك الباكيت اخواتك أربعة اثنين ليتس جو والله أربعة اثنين ضحكت وراك ضحكت وراك من أبوك يوعدك ورا النجاح يشتري لك هدية والله العظيم ذكرتك شلون هذا اسوع شلوني أبوي من قاير اشتري لك سيارة ابلع نيص ابلع اوكي خمسة اثنين دقيقة ضحكت ضحكت لا مغطي وجهك أربعة ثلاثة يلا أربعة ثلاثة يلا تضحك جهنم يلا ما يصير عبسي من يقول لك لقيت حلاق جديد شباب ابدعتكم ايش بها عبسي بشرفكم ما يخالف احسب ليها يقول لك حلقة الصفر يعني قلك وببدأ حياة جديدة شكلك دقيقة راح اشوف صور هاي وانت بحلقة صفر شباب راح تطلع لكم هنا انا هاي صورتي وهاي صورت عبسي من حلقة صفر ستة خمسة اوكي يقول لك الصديق وقت الضيق صاحبي تذكر لما كنا قاعدين بسرعة يا علاوي الحقني يا علاوي خرب امك يا علاوي منو ضحك اول اثنين اي ما محسوب يلا ايش قد 8-6 ماني ستة لا سبعة يلا سبعة يلا جهال اختي منا اريد انام ضحك هذا شنو هذا اقول لك من تعوف باب البيت مفتوح جهال اختك تسعة حبيبي تسعة يقول لك من ترجع البيت راسب وتلقى ابوك ينظف بالمسدس هذا لو ابني كتله بالنعال تقولي ترى شفيك مو لعب هذا والله العظيم مو لعب يابا لا تضحك قاعدين فاتح صورة المرحوم يقول لك اخوي الصغير شلون يسولف لليوتيوب حتى يطلع الشيء اللي يريده فيلم الامريكي بني شاله طوبه قاعد تلعب جاه الحوت هي وامه وابوها ركضوا ايش قد تقري شافها بها مقلب لا بس بابا دش سريع بس اسمع فيلم الامريكي بني شاله طوبه قاعد تلعب جاه الحوت هي وامه وابوها ركضوا شنو الفيلم؟ يا بابا اللي يعرف الفيلم يكتب لنا بالتعليقات. اوكي بسم الله المقطع اللي بعده.
جهنم امك لنوم شمس الوقت للدوام. ثلاثة عشر اثنعش تقري تخسر بس ما الضحكة موتة. ثلاثة عشر اثنعش حبيبي 13-12 المقطع الأخير 13-12 يا أنه نتعادل وما حد يسوي شيء يا أنه أنا أضحك وخابر الوالد تخسر. حلو يقول لك عبد الله من يصير محامي. ليش طلقتني؟ تزوج علي؟ وإذا تزوج عليك على الشارع الشارع محل الأربع تترضين على الشارع أنت؟ لا بس شنو يعني؟ شنو بس بس؟ لا تبس بسيني يا المقرودة يقري ما ضحكت لا يقري ما ضحكت لا 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 عبسي عبسي والله والله يقري ما ضحكت أنا آخر مرة سويت بيه مقلب ما علي يا حبيبي ما علي يقري راح تخابر الوايش ايش تقول له؟ ايه طبيتي بحركي صارت عشاير لا لا عبسي لا 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 تقري صارت عشاير اوكي الفصل مليار عبسي بدعت امك شجاك والله العظيم هسه مهزلني الفصل مليار لازم الوالد يدفع لك مليار يلا تمام هسه خاب. الو هاي يابا والله ما اعرف ايش اقول لك بس سويت مشكله ايش كان عملت اي المشكله تدري شنو المشكله مو انه اني يعني ما اعرف شلون اقول لك اياها بس ان الجماعه طلبوا فلوس لمن وش يريدون منك يابا طلبوا ما اعرف شلون افاتحك بالموضوع صراحه يابا طلبوا مليار دينار ايش قلت بس خل افهمك يابا انا اعلمك بس اصبر علي اصبر اوك بس سد حبسي شنو سدي سدي اي والله سدي يا ايش راح يصير بك يقري والله العظيم ما انتوا من هالمقالب يعني عبس يعني يلا بتاعت امك انت تخابره بتاعت امك انا ما قلت اي شاقه ومقلب وما ادري شنو لان ابوي اخر مره سوينا بيه مقلب حرفيا مهزلنا حرفيا مهزلنا تستاهل شباب راح اسوي شغله اوكي هالمره والحلقه الجايه راح تكون الميمز من عندكم انتوا سووا 10 العبسي و10 إلية صمموا علينا حرفيا ودزونا اياها على حساب الانستغرام هذا او حساب التيك توك هذا وبس يا اخوان الله يخسران